المدرسة العليا للأساتذة بورقلا بحفل اختتام الموسم الجامعي 2022-2023 بتخرج 64 طالب موزعين على 6 تخصصات، 3 تخصصات في شهادة أستاذ تعليم ثانوي يتعلق الأمر بأستاذ تعليم ثانوي في اللغة العربية واللغة الإنجليزية والفرنسية، و3 تخصصات كذلك في طور المتوسط ويتعلق الأمر بأستاذ المدرسة أستاذ تعليم المتوسط في العلوم الطبيعية وفي الرياضيات وفي العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا. هذا الموسم الجامعي وصل عدد الطلبة بالمدرسة إلى 1490 طالبا، وممكن أن يصل في حدود 1900 طالب بحلول الموسم الجامعي المقبل بإذن الله.